ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري. حسان، ما هي الضمانات التي يطالب بها المتظاهرون من أجل خوض الانتخابات؟ نعم، شكرا، صباح الخير. المتظاهرون ككل جمعة وثلاثاء يجددون مطالبهم بخصوص الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، حيث يرون أن أهم الضمانات هي رحيل حكومة تصريف الأعمال هذه، حيث يرونها تمثل بقايا رموز النظام السابق. كما يطالبون بمراجعة تشكيلة السلطة المستقلة للانتخابات وإضافة أسماء ممثلة للحراك حتى تقدم ضمانات أكبر بخصوص نزاهة واستقلاليات الانتخابات القادمة. كما يطالبون بحكومة توافقية تشرف على المرحلة الحالية إلى غاية خوض الانتخابات الرئاسية. الكثير الآن في الساحة الجزائرية يرى أن الانتخابات هي الحل للخروج من هذه الوضعية، وأن أهم شرعية عليها أن تسترجعها البلاد هي شرعية رئيس الجمهورية حتى يباشر إصلاحات وورشات كبرى، لكن يحتاجون إلى ضمانات حتى يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. شكرا جزيلا لك حسان الجزائري مراسلنا من الجزائر.